غدا السبت بدء تجارب عبور السفن في الممر الملاحي لقناة السويس الجديدة مع انتهاء أعمال التكريك. ضمن زيارته لإيطاليا، محلب يلتقي اليوم الرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين القاهرة وروما. ضمن جولته الخليجية، شكري يبحث مع نظيره الإماراتي اليوم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. مشاهدينا اهلا بكم وتفاصيل الاخبار. اعلن الجهاز التنفيذي لاداره مشروع قناه السويس الجديده بدء تجريب عبور 3 سفن عملاقه بالقناه الجديده غدا السبت وبعمق 24 مترا وبغاطس 66 قدما. كان اخر تقرير صدر عن الجهاز التنفيذي لاداره مشروع قناه السويس الجديده قد كشف ان اجمالي التنفيذ اليومي بلغ 875,235 متر مكعب بنسبه 98.90%. يلتقي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال زيارته إلى روما اليوم عددا من المسؤولين بالحكومة وعلى رأسهم مانيو ريناري رئيس الوزراء وسيرجيو ماتريلا رئيس جمهورية إيطاليا. كان محلب قد شهد أمس توقيع اتفاقية إنشاء محطة توليد كهرباء بين شركة أديسون الإيطالية وشركة القلعة المصرية، من شأنها ضخ استثمارات إضافية في منطقة امتياز أبو قير لإنتاج كمية إضافية من الغاز الطبيعي. كما تشهد زيارة توقيع عدد من المذكرات بين الحكومتين المصرية والإيطالية في مجال البترول والطاقة، بالإضافة إلى إنشاء مركز تكنولوجي لتقديم خدمات لمنتجي الأثاث بالمنطقة الصناعية الجديدة بدمياط. يجري اليوم وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته إلى دولة الإمارات مباحثات رسمية مع نظيره الشيخ عبد الله بن زايد، حيث سيتم تناول سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين. جاءت زيارة شكري لدولة الإمارات بعد زيارة للمملكة العربية السعودية أكد خلالها حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على تدعيم أواصر العلاقة الاستراتيجية والإخوة والتضامن مع المملكة العربية السعودية. العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والتعاون المشترك لحفظ الأمن القومي العربي هي أبرز ما تصدر المباحثات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية. زيارة شكري التي جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بحضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ولفيف من القيادات السعودية والمسؤولين. وخلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية مع نظيره السعودي أكد شكري حرص الرئيس السيسي الدائم على تدعيم أواصر العلاقات الاستراتيجية والأخوة والتضامن مع المملكة العربية السعودية. وجدنا أن هناك تطابق في الرؤى بين كل منا في أسلوب وتوجه للتعامل مع هذه التحديات، بالإضافة إلى أوضاع في سوريا وفي العراق وفي اليمن والعمل المشترك من خلال ائتلاف لدعم الشرعية والتهديدات التي أصبح تشكل التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة، كلها أمور هناك وحدة في الرؤية إزائها. من جانبه قال الجبير إن المملكة تثمن دور مصر الداعم والأساسي لدعم الشرعية في اليمن.
بحثنا الأوضاع في اليمن وعبرت عن شكر المملكة وتقديرها لموقف مصر الداعم والأساسي للتحالف لدعم الشرعية في اليمن. كما بحثنا سبل تطوير العلاقات المتينة والتاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية في كل المجالات، ونتطلع إلى الاحتفال بافتتاح قناة السويس بإذن الله، وهنيكم على هذا الإنجاز العظيم الذي حققته في فترة وجيزة من الوقت. المباحثات المصرية السعودية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبحث تطور الأوضاع الإقليمية في سوريا واليمن وفلسطين والعراق وليبيا، فضلا عن مكافحة الإرهاب والاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الست الكبرى وملف القوة العربية المشتركة. تستأنف اليوم أعمال الجلسة الختامية لمباحثات الجولة السابعة لسد النهضة الإثيوبي والمنعقدة بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد اقتراح السودان تأجيل الجلسة الختامية لمدة 12 ساعة. ومن المقرر عقد الجلسة الختامية بعد ظهر اليوم لمراجعة وصياغة جميع النقاط العالقة بعد التوافق عليها في حضور وزراء المياه في الدول الثلاث، إضافة إلى إصدار بيان ختامي في مؤتمر صحفي. ويدور الخلاف بين المكتبين الاستشاريين الرئيسي والفرعي اللذين سيقومان بتسليم التقرير الفني المعدل في صورته النهائية قبل توقيع العقد الشهر القادم. ارتفع عدد حالات الوفاة في حادث غرق مركب جزيرة الوراق إلى 29 شخصا بعد انتشال 11 جثة جديدة. وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أنه تم نقل 4 جثث إلى مشرحة معهد ناصر و7 جثث إلى مشرحة مستشفى التحرير العام بإمبابة. هذا وتواصل قوات الإنقاذ جهودها للبحث عن ضحايا. قام المستشار علي سكر رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته ناظرا للوقف الخيري بتوزيع جائزة دكتور محمد شوقي الفنجري مجدد الخطاب الديني بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة. وتعددت الجوائز، بين الجائزة الأولى وقدرها 10,000 جنيه، والجوائز المتميزة وقدرها 5,000 جنيه، والجوائز الأصلية وقدرها 2,000 جنيه، وجوائز تشجيعية أخرى قدرها 1,000 جنيه. في ذكرى مرور 25 عاما على توزيع جائزة الدكتور محمد شوقي الفنجري للفكر الإسلامي، وزع رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار علي سكر ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الجوائز على الفائزين في جوائز الدعوة والفقه الإسلامي للعام الحالي بمقر نادي هيئة قضايا الدولة، وكتبوا بحوثهم في العناوين التي عرضت عليهم سواء كان في الفكر الاقتصادي عند المستشار شوقي الفنجري أو يختص بالأفكار والطروحات المطروحة الآن التي تؤدي إلى عنف وإلى خلل في الفكر. الأبحاث المطروحة اليوم والتي فازت في هذه الاحتفالية أتت جميعها تتحدث عن المفهوم المتطور والمفهوم المعتدل للفقه الإسلامي. حفل توزيع الجوائز جاء تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتناولت الأبحاث الإسلامية المقدمة موضوعان يتعلقان بالفكر الإسلامي، هما معالم الفكر الاقتصادي عند الدكتور محمد شوقي الفنجري وموضوع الفكر الإسلامي بين الإفراط والتفريط. والعدد كبير هذا العام، عدد البحوث الفائزة، وهي بحوث جيدة ومنقحة لأنها بتخضع لعملية تحكيم تتمتع بالشفافية. الدعوة مهمة جدا ولها وضع كبير جدا في ثقافة المجتمع وفي تربية عقول الجميع، لأنها مستمدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستمدة من هذه الأمة الوسطية. البحث عن الفكر الإسلامي بين الإفراط والتفريط، وده كان أعلن عنه من خلال
الصحف ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وعلى النت والموقع بتاع الدكتور محمد شوقي الفنجري. السنة دي كان مقرر موضوعين: معالم الفكر الاقتصادي عند الدكتور الفنجري، وكان الفكر الإسلامي بين الإفراط والتفريط، والموضوعين كانوا قمة في الأهمية ومحتاجينهم في زماننا ده. يعد الدكتور الفنجري أحد أهم المجددين في الخطاب الديني، ويظهر ذلك في كتابه كيف نحكم بالإسلام في دولة عصرية، والذي أكد على ضرورة الاجتهاد في الفتوى لمطابقة الإجراءات التنفيذية والتشريعية مع الواقع الفعلي ومستجدات العلم. شذا مجدي، النيلة. إلى الملف اليمني، حيث قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين إن محافظة عدن باتت محررة باستثناء بعض الجيوب التي ستتمكن المقاومة من القضاء عليها قريبا حسب ما قال. في غضون ذلك، ذكرت مصادر في مطار عدن أن ميليشيات الحوثيين وصالح أطلقت صواريخ كاتيوشا على المطار بعد وقت قصير من هبوط ثاني طائرة مساعدات سعودية، مشيرة إلى أن القذائف سقطت في محيط المطار ولم تسقط في المدرج ولم تحدث أي خسائر، وأن عمليات دول التحالف العربي رصدت الموقع الذي أطلقت منه القذائف وستتعامل معه. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في جنوب ليبيا بين قبيلتي التبو والطوارق، داعية جميع الأطراف إلى وضع حد فوري لأعمال العنف ووقف إطلاق النار، معلنة دعمها لجهود المصالحة الوطنية. وقال بيان للبعثة إن التقارير تشير إلى أن القتال الذي وقع مؤخرا في مدينة سبها أسفر عن سقوط عشرات القتلى، من ضمنهم 3 نساء و4 أطفال. أضاف أن الاشتباكات المتكررة في المنطقة أجبرت مئات العائلات إلى النزوح من ديارها والبحث عن ملاذ لدى المجتمعات المحلية الأخرى. تمكنت قوات الجيش الليبي من السيطرة على الفندق البلدي ومحطة النقل المجاورة له وفندق النوران ببنغازي حسب ما أفاد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في ليبيا. كما قام الجيش بتفجير مخزن للأسلحة يتبع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي قرب سوق الجريد بالمدينة. الجدير بالذكر أن الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي اندلعت منذ أكتوبر من عام 2014. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: بعد عام من الحرب، أطفال غزة ما زالوا يعانون من آثارها النفسية والعصبية. غدا السبت بدء تجارب عبور السفن في الممر الملاحي لقناة السويس الجديدة مع انتهاء أعمال التكريك. ضمن زيارته إلى إيطاليا، محلب يلتقي اليوم الرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين القاهرة وروما. خلال جولته الخليجية، شكري يبحث مع نظيره الإماراتي اليوم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. ومشاهدينا، وصلنا للمحطة الاقتصادية في هذه النشرة، نتحول فيها إلى شهاب شعلان. شكرا إيمان وجلال، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. الأحد، بدء حجز 30,000 وحدة سكنية ضمن مشروع 1,000,000 وحدة و5,000 قطعة أرض بالقرعة العلنية.
يبدأ بعد غد الأحد الحجز على نحو 30,000 وحدة سكنية في 9 مدن جديدة على رأسها 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل 1,000,000 وحدة. كما يبدأ الأحد الحجز على 5,000 قطعة أرض في 10 مدن جديدة على أن ينتهي حجز الوحدات السكنية في 16 أغسطس المقبل، بينما ينتهي حجز الأراضي في 27 من نفس الشهر. وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إنه لأول مرة تطرح الوزارة هذا العدد الضخم من الوحدات في المشروع وبأسعار تناسب متوسط الدخل، وهو ما يساعد على ضبط السوق العقارية. يعقد وزراء الزراعة والري بمصر والسودان لقاءات مكثفة غدا السبت تستمر بضعة أيام في العاصمة السودانية الخرطوم، تتخللها زيارات ميدانية. وتستهدف تلك اللقاءات بحث مشروعات التكامل الزراعي والمائي وإحياء ودعم أنشطة شركتي التكامل الزراعي المصري السوداني والمصرية السودانية للإنشاءات والري لسد الفجوة الغذائية بين البلدين. تبدأ اليوم المحادثات بين اليونان والمقرضين بشأن صفقة إنقاذ ثالثة، وأوضح مسؤول يوناني أن أثينا تريد الانتهاء من المحادثات مع المقرضين بحلول 20 أغسطس. وأوضح المسؤول اليوناني أن أثينا تهدف أن يكون الفائض الأولي في ميزانية عام 2015 أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الحكومة ستقرر خلال الأسبوع المقبل موعد استئناف العمل في البورصة بعد توقف دام 4 أسابيع. كان البرلمان اليوناني قد تبنى الشق الثاني من تدابير تطالب بها الجهات الدائنة التي عبرت عن ارتياحها لهذا التصويت، مما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة. في أسبانيا أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات، وأقر راخوي أن اقتصاد بلاده ما زال أمامه الكثير لحل أزمة البطالة المتفاقمة. وما زالت إسبانيا تعاني من نسبة بطالة أعلى من أي دولة في أوروبا بما فيها اليونان، وتصل إلى 22.4%، إلا أنها أخذت في التباطؤ منذ بدء تعافي الاقتصاد الإسباني. في الولايات المتحدة الأمريكية انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى في أكثر من 41 عاما ونصف العام. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة انخفضت 26,000 طالب إلى مستوى 255,000 للأسبوع المنتهي في 18 يوليو. حذر صندوق النقد الدولي من أن انخفاض أسعار النفط وإجراءات التحفيز النقدي في منطقة اليورو واليابان وتوقعات زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا تخلق بيئة مهيئة لآثار سلبية على الاقتصاد. وأضاف الصندوق أن الآثار من منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة كانت كبيرة جدا منذ أوائل عام 2014، مشيرا إلى أن الاقتصاديات المتقدمة ليست محصنة
من التعرض لمخاطر الآثار السلبية، كما حذر الصندوق من أن زيادة أخرى في قيمة الدولار الأمريكي قد يكون لها آثار سلبية مهمة على البلدان الأخرى. وبشأن الاقتصاد الياباني، حذر صندوق النقد الدولي من احتمالية تباطؤه مقارنة بما تهدف إليه طوكيو على المدى المتوسط بسبب نقص في اليد العاملة في المجتمع الياباني المسن. كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت الشهر الماضي عن سعيها إلى الوصول بنسبة التوسع إلى 2% أو أكثر لتحقيق هدف الإصلاح المالي في عام 2020. وافقت مجموعة نيكيه الإعلامية اليابانية على شراء صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقابل 1.3 مليار دولار، لتنضم بذلك واحدة من أكبر الصحف الاقتصادية العالمية إلى شركة يابانية. وتشكل الصفقة التي فازت بها نيكي بعدما تغلبت على منافستها الألمانية أكسل سترينجر أكبر استحواذ تقوم به مؤسسة إعلامية يابانية. وتواجه الصحيفة التي تربطها علاقات قوية بالشركات اليابانية تواجه انتقادات لأنها تنشر بيانات مسبقة عن نتائج أعمال الشركات قبل أيام من الإعلانات الرسمية، في الوقت الذي تضغط فيه الحكومة صوب مزيد من الشفافية للشركات. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن البانوراما ما زالت مستمرة مع جلال عوارة وإيمان منصور. شكرا جزيلا لك شهاب. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهود الفرنسية والأوروبية لإحياء العملية التفاوضية، مشيرا إلى أن الأفكار التي طرحها الجانب الفرنسي تصلح كقاعدة لإطلاق المفاوضات. وقال عباس خلال كلمته في اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في مقر الرئاسة برام الله مساء أمس الخميس إن الجانب الفلسطيني منفتح على كل الأفكار الهادفة لإنقاذ عملية السلام، وإن الجانب الإسرائيلي إذا أراد إنجاح هذه الجهود فعليه وقف الاستيطان وتنفيذ التزاماته في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن إسرائيل والفلسطينيين أبعد ما يكونا عن التوصل لاتفاق السلام من شأن أن يؤدي إلى حل دولتين. وحذر ملادينوف مجلس الأمن الدولي من أن تصاعد التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة يشكل خطورة مماثلة على تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة وكذلك على أمن إسرائيل. وحث المسؤول الأممي المجتمع الدولي على العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس إطار متفق عليه وضمن إطار زمني محدد. أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا للمانحين لتمويل وكالات غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تابعة لها والتي تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة. وأحذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إنه في غضون الأسابيع القادمة إذا لم يتم سد الثغرة الحالية التي توازي 100 مليون دولار في تمويل الوكالة فإنه سيصبح هناك تهديد كبير بألا تتمكن مدارس الأونروا من فتح أبوابها لدى بدء العام الدراسي القادم. كما طالب المسؤول الأممي بمضاعفة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية التي تواجه صعوبات مالية كبرى. قامت منظمة إنقاذ الطفولة في غزة بتنظيم جلسات للعلاج النفسي للعديد من أطفال القطاع الذين ظهرت عليهم أعراض الصدمة والقلق الانفعالي نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع العام الماضي. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 70% من الأطفال في المناطق الأشد تأثرا في غزة يعانون من اضطرابات نفسية خوفا من تجدد القتال. طفولة غزة ليست لها من اسمها نصيب غير سنوات العمر، فالطفولة التي تميزها البراءة والعفوية سلبت من أبناء القطاع بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، وطغت حياة الحصار والتشرد على المرح الذي يفترض أن يتمتع به أي طفل طبيعي في العالم.
فرغم مرور عام على الحرب التي خاضها القطاع مع إسرائيل العام الماضي، إلا أن الأثار النفسية التي خلفتها تلك الحرب ما زالت تخيم على نحو 70% من أطفال غزة الذين أصبحوا في أمس الحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي نتيجة معاناتهم من الصدمة وظهور أعراض الضيق والقلق الانفعالي عليهم. جلسات العلاج النفسي مع عاملين لدى هيئة إنقاذ الطفولة باتت أمرا روتينيا يوميا للعديد من أطفال القطاع، فأطفال عائلة عويضة الفلسطينية يجتمعون بانتظام مع العاملين حيث يمارسون الألعاب ويبدعون الأعمال الفنية ويقومون بكل هذه الأنشطة لمساعدتهم على التغلب على اضطراباتهم النفسية. ظهور هذه الأعراض على أبناء عائلة عويضة الأربعة دفع والدتهم طلب المساعدة من المنظمة. بعد الحرب مباشرة ظهرت سلوكيات سلبية عندهم، كان في عندهم توتر، كان في عندهم مشاحنات، كان بيعتدوا على بعض، نومهم مقطع وبيخافوا من أي صوت عالي. الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة التي لم تراعي حقوق الطفل ما زالت ذكرياتها المؤلمة عالقة في أذهان أطفال القطاع. بحلم إنه هذا البيت قصف معنا وإحنا، وكمان يعني كنت أحلم حاجة هيك بتخوف كتير كتير أيام دارنا وهيك أشياء غريبة كتير كتير. منظمة إنقاذ الطفولة أكدت أن نحو 100,000 شخص في غزة ما زالوا مشردين رغم مرور عام على الحرب، في حين لم تبدأ بعد عمليات إعادة البناء للمنشآت الصحية وشبكات المياه والمدارس، كل ذلك حال دون تعافي الأطفال من الصدمة النفسية التي سببتها الحرب. فما بين نخلة الصمود ونخلة الثبات في قطاع غزة المحاصر تتشابك الخيوط التي حملت صور حرب غزة لتكون النتيجة أن يعيش نحو 1.8 مليون نسمة يعتمد ما يقرب من الثلثين منهما بشكل كامل على المساعدات بشكل أو بآخر. شن سلاح الجو التركي اليوم أولى غاراته على مواقع لتنظيم داعش في سوريا، حيث قامت 3 مقاتلات F-16 من سلاح الجو التركي بقصف 3 مواقع لداعش في المنطقة الحدودية في سوريا المقابلة لمدينة كيليس الجنوبية. ووقع تبادل لإطلاق النار عبر الحدود أمس في نفس المنطقة بين الجيش التركي ومقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، قتل خلاله جندي تركي واحد وأحد متشددي التنظيم. تزامنا أعلنت الحكومة التركية أن الشرطة أوقفت 251 شخصا في إطار حملة لمكافحة الإرهاب أطلقتها اليوم في 13 إقليما في أنحاء البلاد ضد تنظيم داعش الإرهابي وحزب العمال الكردستانية. يواصل الجيش السوري محاولاته لتضييق الخناق على مدينة تدمر الأثرية والواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. وتتعرض المدينة المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني إلى حملة منظمة من التجريف والتدمير للمواقع الأثرية على أيدي تنظيم داعش الإرهابي. لا تزال القوات السورية مستمرة في محاولات التقدم في اتجاه مدينة تدمر في مسعى لإعادة فرض سيطرتها على المدينة الأثرية الرومانية القديمة بعدما وقعت تحت قبضة تنظيم داعش الإرهابي قبل شهرين. ووفقا لمصادر في الجيش السوري، فإن الجبهة الأمامية للقتال لا تبعد عن تدمر سوى 3 كيلومترات. هذه المحاولات من جانب الجيش السوري تأتي استمرارا لعدة هجمات شنها منذ يوليو الماضي من 3 اتجاهات، أملا في إجبار عناصر التنظيم الإرهابي على المواجهة من الجانب الشرقي للمدينة. استراتيجية لجيشنا الوقت الحالي هي متابعة التقدم باتجاه مدينة تدمر وتحرير جميع المناطق المحيطة بمدينة تدمر. الاستراتيجية الثانية المحافظة على العتاد والقوى والوساطة الموجودة مع الجيش. الاستراتيجية الثالثة حماية المقدسات، ونحن نعتبر المناطق الأثرية مناطق مقدسة بالنسبة للجيش العربي السوري. كان تنظيم داعش الإرهابي قد شن هجوما في 12 مايو الماضي على المدينة قبل أن يتمكن منها بشكل كامل في غضون 9 أيام.
مدينة تدمر الواقعة في وسط البلاد لا تزال حتى اللحظة تتعرض لتدمير مخطط ومنظم، وتضم المدينة البالغ عدد سكانها 50,000 تضم بعضا من أفضل الآثار الرومانية القديمة من تماثيل ومخطوطات ونقوش لا تقدر بثمن، حيث إنها مدرجة على لائحة منظمة اليونسكو للمواقع التراثية. وتعرف مدينة تدمر باسم عروس الصحراء، وهي تبعد عن العاصمة السورية دمشق بنحو 215 كيلومترا. إلى العراق، حيث التقى وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر لدى وصوله بغداد رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي، كما عقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين والجنود الأمريكيين. كان وزير الدفاع الأمريكي قد وصل بغداد في زيارة غير معلنة، هي الأولى منذ توليه لمنصبه، وذلك في إطار جولة إقليمية شملت السعودية والأردن وإسرائيل. في خطوة جديدة لدعم القوات العراقية بعد أسوأ هزيمة لحقت بالجيش العراقي منذ أن اجتاح مقاتلو تنظيم داعش شمال العراق الصيف الماضي، قام وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى بغداد وإلى إقليم كردستان العراق لتقييم الحملة العسكرية التي تقودها القوات العراقية بريا، مدعومة بغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن. زيارة كارتر جاءت في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار التي انتزعها التنظيم قبل شهرين، ليوسع نفوذه على وادي نهر الفرات غربي بغداد. الجيش الأمريكي في محاولة منه لرد الانتكاسة الكبرى لحكومة العبادي أعلن أن العراق ستنشر للمرة الأولى جنودا دربهم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضمن حملة استعادة الرمادي، وذلك تلبية لطلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي أكد حاجة بلاده إلى قوات برية عراقية قادرة على قتال التنظيم المتشدد. وزير الدفاع الأمريكي أكد على قدرة الجيش العراقي على استعادة الرمادي من قبضة التنظيم، خاصة بعد انضمام 3,000 جندي دربهم التحالف الدولي لخوض المعركة، وذلك على الرغم من الانقسام الطائفي الذي ساعد التنظيم على التوسع في الأنبار. نحن نحقق بعض التقدم، نحتاج لفعل المزيد. البنتاغون أعلن نشر ما يقرب من 500 جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد الجوية بالأنبار، وذلك لدعم القوات العراقية المدربة لحصار الرمادي بهدف قطع الإمدادات عن تنظيم داعش ومحاصرة مقاتليه قبل شن هجوم لاستعادة المدينة. اجتماع كارتر قبل حملة تطويق الرمادي مع أفراد القوات الأمريكية والتحالف الدولي الموجودين في العراق لتقييم الوضع على الأرض لن يأتي أكله بدون موافقة زعماء القبائل السنية على المشاركة في الحرب ضد داعش. ورغم ما تعهد به وزير الدفاع الأمريكي من التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الحكومة العراقية للقضاء على تنظيم داعش، تبقى إشكالية إقامة حكومة عراقية تضم كافة الطوائف هي حائط سد أمام عودة استقرار وأمان العراق. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة مع مسلحين آخرين في غارة أمريكية استهدفته في أفغانستان. وأوضحت الوزارة أن العملية التي جرت في 11 من الشهر الجاري في ولاية باكتيكا أدت إلى مقتل أبو خليل السوداني قائد العمليات في تنظيم القاعدة، وهو ما سيؤدي إلى الحد من العمليات التي ينفذها التنظيم في العالم. يذكر أن السوداني يترأس وحدة التفجيرات والهجمات الانتحارية، وله علاقة مباشرة بمخططات لشن هجمات ضد الولايات المتحدة. أعلن وزير الدفاع الصومالي اليوم أن القوات الحكومية الصومالية تمكنت بدعم من قوات الاتحاد الإفريقي أميسوم من السيطرة على معقل لحركة الشباب في جنوب البلاد في ثاني انتصار لها في أقل من أسبوع. يأتي ذلك في أعقاب استعادة قوات الاتحاد الإفريقي لبلدة بارداهيري في جنوب الصومال الأربعاء، وتعد أحد آخر معاقل متمردي حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال.
وبالرغم من الهزائم العسكرية التي لحقت بهم وانسحابهم من معظم معاقلهم في وسط وجنوب الصومال، لا تزال حركة الشباب تسيطر على مناطق ريفية واسعة وتكثف عملياتها ضد المؤسسات الصومالية وقوة أميسوم حتى في وسط العاصمة مقديشو. يصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى كينيا اليوم في محطته الأولى ضمن جولة إفريقية تستغرق 5 أيام، وستكون زيارة أوباما إلى كينيا مسقط رأسه، أول زيارة له منذ تولي الرئاسة. ومن كينيا سينتقل أوباما إلى إثيوبيا في زيارة تاريخية، حيث لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن قام بزيارة إلى إثيوبيا. ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي في رحلته الإفريقية قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي، كما سيتطرق إلى ملفات الديمقراطية والفقر وحقوق الإنسان في المنطقة. أفادت قوات الشرطة بولاية لويزيانا الأمريكية بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين عندما أطلق مسلح النار داخل صالة السينما في مدينة لافايت بولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة ثم انتحر. وقالت السلطات إنها تعرفت على هوية المسلح لكنها لن تنشر اسمه في هذه المرحلة المبكرة من التحقيق. ووقع الحادث بعد 3 سنوات تقريبا على إطلاق النار الذي شهدته دار للسينما في ولاية أورورا بولاية كولورادو الأمريكية، وقتل فيها 12 شخصا. أكدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن التلسكوب الفضائي كليبر رصد أول كوكب بحجم الأرض تقريبا في منطقة صالحة للحياة بالقرب من مدار نجم آخر يشبه الشمس. وأشارت ناسا إلى أنها ليست متأكدة ما إذا كان سطح الكوكب صخريا مثل كوكب الأرض أو يوجد به هواء. أضافت أن الكوكب الجديد يقع على بعد 1400 سنة ضوئية من الأرض، إضافة إلى كونه أكبر من حجم الأرض بنسبة تبلغ 60%، ويقع في منطقة صالحة للحياة، حيث من الممكن أن توجد على سطحه ماء على شكل سائل. كانت ناسا قد اكتشفت كواكب أخرى في منطقة صالحة للحياة، غير أنها إما يكون حجمها أكبر بكثير من حجم الأرض أو قريبة من مدار النجوم التي تدور في فلكها، ما يجعل من الصعب الحياة عليها. البلح أو التمور من أكثر الفاكهة تقديرا في شبه الجزيرة العربية، ويقام لها العديد من المهرجانات لما لها من أهمية في حياة شعوب المنطقة. مهرجان ليوى للرطب الذي أقيم في صحراء أبو ظبي هذا الأسبوع افتتحت دورته 11 بمشاركة مسؤولين عن النخيل وثمارها ودورها الحيوي في تاريخ وثقافة شعوب شبه الجزيرة العربية. لتذوق الفاكهة الأكثر تقديرا في البلاد، تدفق تجار تمور ومزارعون ومستهلكون على مهرجان ليو للرطب في صحراء أبو ظبي هذا الأسبوع. المهرجان السنوي الذي افتتحت دورته 11 هو احتفال بالنخيل وثمارها ودورها الحيوي في تاريخ وثقافة شعوب شبه الجزيرة العربية. اليوم نحن في الدورة 11، دائما الجمهور يتساءل كيف مزارع الرطب. نحن طبعا ما نتكلم عن مزارع الرطب، هي أهداف عدة وراء هذه المسابقة، هي طبعا الاهتمام بالنخلة، النخلة اللي كانت صديقة الإنسان في الماضي اليوم احنا قاعدين نحتفل فيها بطريقة. المهرجان يشمل مسابقات منها مزاينة الرطب ومزاد على التمر وورش عمل وجلسات توعية بكيفية رعاية النخيل، ويشمل كذلك مسابقة لأفضل زراعات المانجو والليمون، مسابقة سلة فواكه الدار. نشارك نحن بعرض منتجات جزيرة زركو. جزيرة زركو رغم أنها بترولية وفيها النفط والغازات، لكن رغم ذلك اهتمت في البيئة والزراعة، فبدأنا ننتج أنواع الرطب المميز منها العنبرة والسلطانة. وإلى جانب العرض المبهر لأنواع التمور بعشرات الأشكال والأحجام المختلفة، شمل المهرجان كذلك سوقا شعبية تعرض فيها المنتجات الإماراتية التقليدية مثل الأدوات والمشغولات اليدوية وأغلبها مصنوع من سعف النخيل.
ويقام المهرجان في صحراء الإمارات الغربية، حيث نصبت خيمة ضخمة لاستقبال البائعين والمشترين والزوار للحدث الذي يجتذب نحو 70,000 زائر سنويا. ومشاهدينا، في نهاية هذه النشرة هذا تذكير بأهم العناوين. غدا السبت بدء تجارب عبور السفن في الممر الملاحي لقناة السويس الجديدة مع انتهاء أعمال التكريك. خلال جولته الخليجية، شكري يبحث مع نظيره الإماراتي اليوم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. ضمن جولته إلى إيطاليا، محلب يلتقي الرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين القاهرة وروما. وبعناوين الأخبار نصل إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الشاملة، أتتكم من النيل. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.